تتعاطى كل امرأة مع مثل هذه المشاهد بحسب طبيعتها ومعاناتها وقدرتها على أخذ المبادرة. بعضهن امتلكن القرار بحماية أنفسهن وبيوتهن ومضينا في رحلة يومية إلى مقارعة الخطر المتربص بالبلاد نسائها ورجالها. أول فترة أجيت فيها لهون كانت صعبة، ما كنا متأقلمين على الحجز، ما كنا متعلمين على السلاح، كان في شوية خوف بس بعدين كنا متأقلمنا، كان في تدريب قاسي شوي ما كنا متعلمين عليه بحياتنا المدنية. بعد ما أجينا لهون أنه فترة صغيرة تأقلمنا. حب الجيش حلمي كان أجي لهون. اتفقت أنا ورفقاتي، كانت فاتحة دورة تطويع الحرس، اجينا عملنا الفحص وانقبلنا بالفحص انا ورفقاتي، كنا خمسة. عملنا دورة بمعسكر الرب البحري، معسكر الحرس الجمهوري. كان غريب انه فكرة التطويع بالنسبة لاهلي او بالنسبة لرفقاتي، بس بعدين تعودوا. هلا بيسألوني عن دوامي، عن طبيعة دوامي، ايه انه ميداني، انه استغربوا وتفاجئوا بالبداية انه الشغل صعب. بالنسبة لي ما صعب، انه تعودنا عليه. مهامته الاساسية او اختصاصه الاساسي هن قناصين، ومهمة القناص طبعا في ناس تعتبر القناص هو عبارة عن رمي الطلقة وإصابة الهدف، لا، القناص هو عبارة عن عنصر راصد في أرض الميدان. القناص هو صياد بيتمتع بالصبر، فهن تدربوا على مهمة القناص والرصد لأرض الميدان. بالإضافة لأنه القناص والرشاش كنت أتعلم عليهم، إجت فرصة أني أتعلم على الدبابة. ظلت فترة تدريبية مدة منيحة، تدربنا عليها وكان ببداية صعبة إنه شيء قاسي حديد، بس بعدين قدرنا نتعامل معها. ليس سهلا على المرأة أن ترفع صوتها في مجتمعات شرقية تتربص بأفعالها، فما بالك وهي ترفع سلاحها حتى لو كان الأمر اضطرارا بفعل الحرب. نحن تعداد الكتيبة عندنا بحدود 800 مقاتل، طبعا عندنا هلا حاليا صار بحدود 114 حالة زواج. الزواج كان إما بعناصر مقاتلين تعرفوا عليهم في أرض الميدان في المناطق اللي عم يقاتلوا فيها، أو كان من خلال العلاقات الأسرية. خطيبي متطوع كمان بالجيش، هلا هو كان ضد إنه أنا أكون موجودة هون، بس هو دعم بالنهاية لأنه ناطر إنه تخلص الأزمة ونكون مع بعض. We'll be right back.
أول شيء نفسياً اختلف علي أنه أنا بحياتي المدنية ما كنت متعلمة على الحجز، على الأوامر العسكرية، وجسدياً على التدريب القاسي، الفيقة بكير، ما يعني هي الشغلات ما كانت بحياتنا المدنية. دائماً البنت بحياتي المدنية بتكون بتلحق جمالها وهيك، بس طبعاً بالدوام لا. بدايةً كتير صعب، أول مرة كنا بنرمي فيها إنه كان عنا خوف من صوت الرصاص وهيك تلقين، كان عنا صعوبة بالتلقين. بقينا فترة نعاني، يعني أول 20 يوم كانوا كتير كتير صعبين إلنا. في تدريب على الدبابات المدرعات بشكل عام، إنه البدة أنا حطيت اسمي وكنت حابة الشغلة هذه ونقيت سائق. يعني أول فترة ممنوع نشلح البوض، ممنوع نشلح البيت، لأنه بدك تتجهزي لأي شيء. ضلينا هيك فترة حتى قالوا لنا إنه عندكم بيان دعكلي، فأنا حطيت اسمي مع البنات. أول فترة إنه من الدعكلي أمامي كانت كتير صعبة، يعني نخبط نتكسر، إنه خلص إنه بدك تدعكلي. بعدين صرنا ندعكل بالسلاح، الدعكلي الأمامي كانت صعبة، إنه هاي اللي تطبش بوشها وهاي اللي تروح هيك الزحف، إنه شو زحف هيك نمشي هيك نرجع ركبنا كلنا حفرين وهيك نرجع نحس حالنا انه احنا كنا بنفلح ونرجع نكتر الغبره وهيك بكينا كثير وتعذبنا. اخر شيء نقول انه ايه نحن اللي اخترنا هالطريق. بشكل عام المجتمع ما انه متقبل كان هيدي الفكره، بس بعدين وقت شافوا انه نحن عم نشتغل يعني عم نساوي شيء اقتنعوا بالفكره. ولا هلا في عالم انه ايه مع هالفكره وفي عالم لا. لما كنا نمرق بالازدحام بين الناس وهيك يعني يشوفونا يروحونا يضحكونا، وانه شافوها شغله انه جديده انه بنات وباصات ولبس عسكري وسلاح، كانت تجربه جديده على الكل يعني إلنا ولين. صار عندي احترام أكبر مثلا من اللي كان موجود، بيعدوني شخص أوعى من اللي كان مثلا، إنه ما بعرف بحس إنه حياة المدينة صارت أحلى، صار إلي قيمة بين الناس أكثر من اللي كانت قبل. وجود المسلحين بالنسبة لأنه إنه ما في خوف، بس إنه استفزاز لإلهم إنه عم يسمعوا إنه في بنات عم تكون مواجهة لإلهم، حاولوا كذا مرة إنه يتقربوا على نقطنا نحن وتصدينا لهم. خوف انه الحمد لله ما في خوف، بس انه وجود الشباب بيطمن اكثر وبيعطينا القوه اكثر، ومثل ما عم نساعدهم عم يساعدونا. الرقه الظاهريه والعفويه والبساطه لا توحي بقدراتهن الحقيقيه على التعامل مع مظاهر تبتعد عنها النساء عامه. ورغم الاستهزاء بقدراتهن القتاليه استطاعت معظمهن قيادة المدرعات، فيما يحظر على مثيلاتهن قيادة سيارة في مجتمعات شرقية أخرى. تعرف علي في كل الجيوش على كل الأماكن أنه القناص بيكون هو عنصر بضمن مجموعة، يعني كتيبة بيكون فيها 4-5 قناصين، فنحن بنعمل تعزيز الجبهات كلها بقناصين لكن بنات. هني أضافوا شرف تاني للقتال وللجهاد وجودهم فيه لأنه هني غير مكلفين.
انه شو بنت جاي تقاتل وتحمل سلاحها وتجي تقعد معنا، انه شب وبنت عطلاقية وكذا. كانت اول شيء بداية صعبة إلنا وإلين، بعدين تأقلمنا على الجو، نحنا صاروا يساعدونا مثلا انه يدلونا على الاماكن الصديق واماكن العدو. هنا بيكونوا عم بيرصدوا المسلحين وين صاروا، واحنا بنكون عم نراقب انه مشان اي حدا يدخل على الكمائن اللي نحن موجودين فيها. وقت وصلنا على جوبر وبدنا نسوق الدبابة نكون حماية للبي ام بي، اول شيء المسؤولين عن دباباتهم هيك انه رفضوا او انه خافوا على دباباتهم او انه ما بنعرف نسوق، بس انه اثبتنا لهم بالنهاية انه هاي الشغلة لانه لا انه نحن سفناها وشافوها، واثبتنا لهم بالنهاية انه قادرين نتعامل مع المدرعات. العنصر خاف أول شيء من وجوده أنه صارت عبء بدي يدافع عنه ولا عن حاله، لكن بعد مرور فترة قصيرة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض من قتل العناصر المسلحة الإرهابيين، تحقيق فعالية حتى أكثر من بعض العناصر الذكور الشباب على الأرض، فهون صار في ثقة في العمل متبادل وأعطتهم فرصة وحيز التفكر إذا الأنثى موجودة عم تقاتل فنحن لازم نعطي أضعاف مضاعفة، فكانت عامل مشجع. قالنا انه سلاحين ودارية والقابون وجوبر، الاسماء لحالها بترعب. فلما نزلنا وشفنا الجو العسكري مع الشباب وهيك، صار الشباب هن اللي يقوونا من جهة انه شو ما صار معكم احنا موجودين وما تخافوا، انتوا عرضنا شرفنا، انه ما بنسمح لحدا يمسكن بشي. ورغم الاهتمام الاعلامي بوجودهن في ساحات القتال، غير أن تجربتهن في هذا المكان لم تكن نزهة كما أثبتت الأحداث. كونهن نساء هذا لا يعني أن الموت استثناهن، بل شكل وجودهن استفزازا إضافيا للمزيد من الاستهداف. مرفت محمد سعيد كانت هي أول شهيدة لنا بدارية، كانت متميزة بعملها. طبعا هي كانت مكلفة مهمة تانية، كانت خازن لمستودع الأسلحة، فكانت محببة من كل زملائها، كان لها وجودها وشخصيتها منطقة التعسكر في أرض الميدان. كان عندها شقيقة كمان اسمها لورين، وكانوا عم ينفذوا مهمة قتالية بأحد القطاعات في مدينة دارية. على ما يبدو غدر يسبقنا القناص المجموعات المسلحة بخطوة وأجبرها على الظهور بأحد الطلاقيات، فصابت بطلقة بالرأس واستشهدت بإيد أختها. خلصنا وبدنا نحن قاعدين عم نرتاح انه بالغرفة، فا هي عم واقفة انه عم تطلب طلاقي، اجيت طلقة مش بتغير. وقعت بعد ما وقعت انه طلعت هيك انه ما قالت غير كلمة اخ، هي قالت كلمة اخ، رحت ركضت لعندها، ركضت لعندها وقعت بايدي انه الشيء المادة اللي طلعت من راسها رجعت انا كبست لياها لجوا، بدي احطوها بحرام واخذوها. ركضت معهم حملتها وركضت، قلت لها اذا رحتي ما عاد رح ترجعي. وصلنا لعند المستشفى قالوا لي خليكي قاعدة قدام المستشفى، راي طلع لبرا. بعد ما طلع قام قال لي مبروك شهادة قتلك، طلعوني برا المستشفى، فوتوني على جيحة مثل انه البرا. بعد ما رحنا لهوني انه شفت انه الحرام اللي جابوه فيه انه محطوط برا، والبوط العسكري قدام انه قدام الباب. بعد ما فتنا انه شفت فتحولي البرا، فتحولي الغطاء. كنت عايزة انه انت ضل مع اختي من تاني يخلوني. تقولي ما كيف شفتيها لا شفيك الا هي شفيك مو انا. كنت تقولي ديري بالك عليها انه عليك اخر شيء هي اللي راح مو انا اللي راح. وهي هي قصة ميرفو.
لم يكن اغتيال الفتاة اللطيفة الموقف الصعب الأول بعد حصارات متتالية، غير أنه مثل الصدمة الأولى أن الموت هنا على بعد خطوات. بداية إنه كان كل خايف إنه هذا أول موقف، إنه رح ننزل تاني يوم على المهمة هيك، لا نزلنا وكان صار رائد إنه عطانا معنويات الضباط اللي كانوا موجودين، صرنا نقوي بعض. استشهدت أول وحدة، جاي الطريق ما بنعرف إنه إحنا وقت اللي ننزل على المهمة نكون حاطين روحنا على كفنا ونازلين، يعني ما بنعرف مين بيرجع من بيصير أي شي معنا. أنا ما خفت من خبر الاستشهادة، بجوز بنات غيري بيخافوا، ما مو متدربين مو خاضعين لدورات تدريبية، فكرة الموت صعبة بتضل صعبة، بس نحن عطتنا عزيمة وإصرار على أنه نكفي طريقة لمرفت سعيد. لا يلتفت أحد إلى الوجه الآخر الذي تحمله المقاتلة منهن، إذ لدى كل إنسانة عاطفتها وحبها ودموعها وابتسامتها وهواجس تخفيها خلف ملامح باردة اضطرتها الحرب على ارتدائها، ولدى كل منهن تمسكها بالقرية وحكايتها مع العائلة والحبيب وتعلقها بهذه الأرض. أنا أسعد يوم بحياتي يوم مو يوم الإجازة الجمعة، لا الخميس هو لما بحضر حالي على الإجازة، يعني هيك شوي بستعد أنوستي بمنقر وبعمل شعراتي، هذا أسعد يوم، أحلى من أول يوم بالإجازة. ثاني يوم لما بنزل على البيت وبلاقي أهلي أحلى بكتير من هون، أنا بحب الحياة المدنية. أول أبوصل لأنه كنا إحنا بالباص، كنا ترني بي وأمي بالسيارة وخي صغير، فلما بنزل من الباص بحس انه الارض مره واسعه. هلا انا بنت وحيده لاربع شباب، الثلاثه هنا بالجيش والصغير بالمدرسه. ساعد امي بالشغل البيت مطبخ هيك، اخي الصغير صف ثاني كمان بشيل حمل عنا انه درس وايد. وحيد ومتطوع عجبها هو وبابا، فما مو كل الأحيان إجازاتنا بتكون مع بعض. ثاني يوم من إجازتي بضل بالبيت، بعدين حسب بروح بشوف رفقاتي بنزل على المدينة. بدرس حقوق، بقضي الإجازة بالجامعة مع رفقاتي، مثلاً هنون بيساعدوني شوي بدراستي شو أخذت وشو ما أخذت خلال العشرين يومي اللي قضيتها بالدوام. أنا وأخواتي قليل المتحدة الاجتماع مع بعض، إجازاتنا مو دائمة، صح أنا بنزل على العشرين يوم بس. أهل أخي أحمد اللي زمان ما شفته، اللي 8 شهور ما شفته، فيمكن هلأ أنا إذا بشوفه بغيره، ولا هو نتواصل نحن مع بعض بنحكي، بس يعني 8 شهور ماني شايفته، ما بعرف كيف بدها تكون ردة فعل وقت اللي بشوف.
حسن ثلاث شهور تصف إجازتي معه هلي أوقات دائما أوقات لا. خطيب متطوع إجازاته مو مثل إجازاتي يعني بيحاول إنه يأجل أو يقدم إجازته مشان تكون معها إجازتي. يمكن يجي بداية إجازتي وأحيانا يجي بنصها يعني المهم إنه يجي في الإجازة. إجازتي أتمنى أن تكون إجازتي موافقة مع إجازة بابا وإجازي منه ما قدرت شفته ما كان نعزل كان إلي شهرين مو شايفته إجازة اللي بعدها صدفت إجازتي مع إجازته شفته كنت كتير مبسوطة وفرحانة كنت كتير مشتاقة له وقت شفته صرت أبكي يعني هيك العصريات مشوار أنا وياهن إنه منو بودي عدها ومن رفقاتي بكون مع بعض أحيانا الصبح بيكونوا عندي قبل ما أمشي نودي بعض بسافر على الدوام كل زعلانة إني مشيت من عند أهلي وضيع وهيك بس كمان بشوف رفقاتي بالدوام بنسى ما خلص إنه يعني أنا رايحة على الدوام تاني يوم عندي مهمة كون جاهزة لكل شيء. هلا دائما اخر يوم بالاجازه بكون كآبه بكون كآبه كثير وزعلانه يعني بحسه كتير قصير بصير بحاول بدي ساوي أكتر أشياء إنه في لهذا اليوم أحكي مع أهلي أقعد أنا وياهم أتسلى يعني بيكون بشكل عام يوم ما أنه حلو أبداً تاني يوم الصبح دائماً بابا بيوديني على الكراج طبعاً الصبح ما بودي حدا من أهلي ما بقدر ودي حدا من أهلي انه خلص نظرة اخيرة انه وداع وسلام ما بسلم على حدا انه خلص بخاطركم وبطلع بروح ما بتطلع على البيت انا ورايحة ابدا ما بتطلع لورا ابدا هيدي الأرض ورح ضل بنت هيدي الأرض ورح ضل دافع عنها لآخر لحظة بالحرب